سالم بن فاران المري. أيها الأعزاء، انطلق في هذه الأثناء الشوط الرابع وهو خاص بالثنائي القعدان، وأشواط هذا اليوم هي 12 شوطا أقيمت وقررت ورصدت لسن الثنايا في هذا اليوم من مسافات 8 كيلومترات. هذه انطلاقة الشوط الرابع وأحد الزملاء المعلقين. متواصلين مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذا هو شوطنا الرابع ضمن أشواطنا المفتوحة في هذا اليوم، وأشواطنا المفتوحة هي 12 شوطا بإذن الله تعالى، وهذا شوطنا الرابع. نتواصل مشاهدينا ومتابعينا الكرام مع المقدمة ومع الصدارة، وهذا الشوط مخصص للثنايا القعدان. نبدأ مع الصدارة ومع المقدمة. الصدارة مع شاهين تعود ملكيته لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني وفهد بن سالم بن مسعود المري، يتابع في التضمير. ننطلق ونتابع المركز الثاني. يصل هنا على المركز الثاني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، التواجد هنا من الصداوي تعود ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود سعيد بن هديبان المري، يضمر الصداوي من يحتل المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، التواجد هنا من سراج تعود ملكيته مشاهدين الكرام لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن آل ثاني ومع حمد بن لزيوح المري في التضمير. نتابع وإياكم المركز الرابع، التواجد من السعدي، هذا هو السعدي مشاهدينا الأفاضل من يحتل المركز الرابع، تعود ملكيته لهجن الشيحانية وتضميره مع المشاقب محمد بن خالد العطية. ننتقل ونتعرف على المركز الخامس، يصل الوعب ويحتل المركز الخامس لهجن الشيحانية وتضمير الوعب مع سالم بن جابر بن فاران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. نعود إلى المقدمة، نعود إلى شاهين. شاهين مع الصدارة ومع القيادة، تعود ملكية شاهين لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني وتضميره مع فهد بن سالم بن مسعود المري. يا سلام، أحد شبابنا المميزين وكذلك المبدعين في هذه الرياضة العربية الأصيلة. نعم، هذا هو فهد بن سالم بن مسعود المري من يقود شعار سعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني ومع شاهين بالتحديد. يا سلام، يلا يا بن مسعود، فالك التقدم والازدهار بإذن الله تعالى. نتابع المركز الثاني، ضيف الميدان يتسلل على المركز الثاني بقوة، وضيف كذلك في أيضا له إنجازاته وله العديد كذلك من السجلات الحافلة. هذا هو الصداوي من يقير ويحتل المركز الثاني لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وسعيد بن هديبان المري، يتابعه في التضمير. يا سلام، هو من يقير إلى المركز الثاني الصداوي. نتابع المركز الثالث، مشاهدينا ومتابعينا الكرام، من يصل هنا إسراج تعود ملكيته لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني وحمد بن لزيوح المري، يتابعه في التضمير. ولكن الوعب يتحرك ويتسلل من المركز الخامس في ندائنا الأول إلى المركز الثالث في هذه اللحظات. الوعب لهجن الشيحانية وتضميره مع الذهبي سالم جابر بن فاران المري. نتابع المركز الرابع، من يتراجع سراج تعود ملكيته لسعادة الشيخ
محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني وحمد بن لزيوح المري يتابعه في التضمير، كذلك أيضا من الشباب المضمرين دائما وأبدا متميزين. نتابع المركز الخامس، يصل السعدي. السعدي السعدي مشاهدين الكرام وأيها الإخوة المتابعين في كل مكان، السعدي ستتابعون بإذن الله تعالى في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار الأخيرة، كما تابعنا أيضا شقيقه وأخيه في العزب السعدي الآخر اللي شاهدناه في الأمتار الأخيرة وفي الأمتار الحساسة. هذا هو السعدي لهجن الشيحانية وتعود ملكيته كما ذكرنا، بينما تضميره محمد بن خالد العطية المشاقب يتابع تضميره ويتابع انطلاقاته الدائمة والمتميزة دائما وأبدا. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود وإياكم نعود إلى شاهين، شاهين من يحتل الصدارة من البداية وحتى هذه اللحظات. هذا هو شاهين، تعود ملكيته لسعادة الشيخ جوعان بن جاسم أو جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني وتضميره مع فهد بن سالم المكسور. فهد بن سالم بن مسعود، نعم يا سلام، الله الله، فهد بن سالم بن مسعود هو من يتابع انطلاقة شاهين، من يحتل المركز الأول والصدارة والقيادة. يا سلام، يلا يا بن مسعود، يلا يا بن مسعود، 4 كيلومتر يا الشاعر، 4 كيلومتر على خط النهاية والقيادة مع شاهين بشعار سعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني وفهد بن سالم بن مسعود المري يتابعه في التضمير. يا سلام، بينما هنا على المركز الثاني الصداوي، الصداوي يقترب يا بن مسعود، يقترب رويدا رويدا ويتسلل لحظة بلحظة. الصداوي تعود ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وسعيد بن هديبان المري يتابعه في التضمير. قير الصداوي من الجانب الأيمن، يقير في هذه اللحظات ويتسلل في هذه اللحظة إلى المقدمة، بينما هنا الوعب على المركز الثالث، الوعب لهجن الشيحانية مع سالم بن جابر بن فاران المري في التضمير، بينما هنا على المركز الرابع السعدي يتسلل إلى المركز الرابع لهجن الشيحانية وتضميره مع محمد بن خالد العطية، بينما يصل على المركز الخامس سراج من يحتل المركز الخامس، تعود ملكيته لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني وتضميره مع حمد بن لزيوح المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام في شوطنا المثير وفي شوطنا المتواجد معنا في هذه اللحظات. عاد مرة أخرى شاهين، شاهين يعود مرة أخرى وأيضا ويحافظ على هذا المستوى وعلى هذا الأداء المميز. يا سلام، الله، استراحة محارب، استراحة محارب مع شاهين لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني وفهد بن سالم بن مسعود المري يتابعه في التضمير. يا سلام يا سلام، الصداوي على المركز الثاني، الصداوي الصداوي من يتسلل ويحتل المركز الثاني لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وتضميره مع سعيد بن هديبان المري، بينما يصل هنا على المركز الثالث المركز الثالث يتسلل الوعب لهجن الشيحانية وتضميره مع سالم بن جابر بن فاران المري، والسعدي هنا يحتل المركز الرابع لهجن الشيحانية مع المشاقب محمد بن خالد العطية، وعلى المركز الخامس إسراج تعود ملكيته لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني وتضميره مع محمد مع حمد بن لزيوح المري. هذه نتيجتنا أيها الإخوة، أيها الإخوة أينما كنتم، أيها المتابعين في كل مكان، هذه نتيجتنا وندائنا الخامس للمراكز الخمسة الأولى. نعود إلى المقدمة، المقدمة مع شاهين، والصداوي يحاول من الجانب الأيمن، الصداوي وشاهين،
شاهين والصداوي. يا سلام، الله الله الله، بن هديبان هناك يقود تضمير الصداوي، وهنا بن مسعود يقود شاهين في التضمير. يا سلام، الله الله، بينما هنا أيضا الوعب يتواجد على المركز الثالث وعلى المركز الرابع السعدي وعلى المركز الخامس سراج. يا سلام، اللحظات الأخيرة مشاهدين الكرام، لا زالت الأمور مع شاهين. الله يا شاهين، شاهين تعود ملكيته لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني مع المضمر الشاب فهد بن سالم بن مسعود المري الشاب القدير. بينما هناك كذلك من الجانب الأيمن الصداوي لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود مع أحد الشباب كذلك المضمرين العمالقة إخواننا السعوديين هنا يتواجدون، سعيد بن هديبان المري من يتواجد مع الصداوي في تضميره وفي متابعته. بينما هنا الوعب يتحرك مشاهدين الكرام، يتحرك الوعب لهجن الشحانية بتضمير أحد شبابنا العمالقة في التضمير الذهبي سالم بن جابر بن فاران المري. يا سلام، السعدي يتحرك وأراه يتسلل إلى المركز الثالث لهجن الشحانية مع المشاقب محمد بن خالد العطية، وعلى المركز الرابع يتراجع شاهين لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني. يا سلام، وفهد بن سالم بن مسعود المري يتابع في التضمير. نعود إلى الصداوي مع الصدارة، الصداوي مع المقدمة، الصداوي مع الناموس ومع القيادة الحكيمة. كيلو متر أخير، أذكر إخواني المضمرين الله 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 يا الوعب، الله يا الوعب، الوعب يتحرك، الوعب يا مشاهدين الكرام في كل مكان يتحرك على المركز الثاني، الصداوي على المركز الأول، الصداوي والوعب من الجانب الأيمن، الصداوي بدون أي تعليمات هنا يقود المسار ويتحكم في زمام هذا الشوط. هذا هو الصداوي مع الناموس، الصداوي الوعب يغير من الجانب الأيمن. الله يا الوعب، الوعب لهجن الشحانية، الوعب مع الصدارة، الوعب مع الناموس، الوعب مع المقدمة. يا سلام، الوعب لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران البري. يا سلام يا الوعب، الوعب مع القيادة الحكيمة. رقم المحاولة هنا من الصداوي على المركز الثاني، الصداوي والوعب، ولكن الوعب على المركز الأول، الوعب مع القيادة، مع الناموس. الصداوي يعود مرة أخرى والوعب من الجانب الأيمن. الله، الصداوي والوعب، الوعب من الجانب الأيمن، الوعب والصداوي والوعب. يا سلام مشاهدينا الكرام، سنعود بإذن الله تعالى مع التوقيت الزمني ونشاهد الفائز معنا بالمركز الأول. نتابع المركز الثالث، يصل على المركز الثالث شاهين لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني، وعلى المركز الرابع يصل السعدي لهجن الشحانية، وعلى المركز الخامس يصل السراج لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني، نتابع الفائز معنا بالمركز الأول، هل هو الصداوي ولا الوعب؟ هذه لحظة الوصول، الصداوي، نعم مشاهدينا الكرام هو صاحب ناموس هذا الشوط. 13 دقيقة 41 ثانية 34 جزءا من الثانية، هذا هو توقيته الزمني. تهانينا لمالك الصداوي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، كما نهني مضمره سعيد بن هديبان المري. المركز الثاني يصل الوعب، 13 دقيقة 41 ثانية 36 جزءا من الثانية، تهانينا لهجن الشحانية، كما نهني مضمر الوعب سالم بن جابر بن فاران المري. المركز الثالث
يصل على المركز الثالث. شاهين يقطع المسافة 13 دقيقة 52 ثانية 34 جزءا من الثانية. ثانينا لسعادة الشيخ جعان بن سلطان بن جاسم آل ثاني. كما نهني مضمر شاهين فهد بن سالم بن مسعود المري. هذه كانت نتيجة هذا الشوط مشاهدينا ومتابعينا الكرام. شوطنا الخامس تجرى له الاستعدادات بإذن الله.